وإلى ملف حياة كريمة، حيث انطلقت اليوم أعمال القافلة الطبية بمدينة القصير ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقال الدكتور أحمد الصاوي مسؤول الإمداد الطبي بالبحر الأحمر إن القافلة قامت بتوقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لعدد 189 حالة بمختلف التخصصات الطبية. وتضم القافلة عيادات البطنة والأسنان والأطفال والجراحة والمسالك والصيدلية وعيادة تنظيم الأسرة. احنا معاكم النهارده في مبادره تبع وزاره الصحه تبع حياه كريمه، في العيادات الاسنان بنقدم فيها الخدمات تبع طب الاسنان، بنشتغل كشف ونقدم علاج بالمجان وبعض الحالات الحشو وتنظيف الاسنان. احنا معاكم النهارده في مبادره تبع وزاره الصحه تبع حياه كريمه، في العيادات الاسنان بنقدم فيها الخدمات تبع طب الاسنان، بنشتغل كشف ونقدم علاج بالمجان وبعض الحالات الحشو وتنظيف الاسنان.